متحدثنا يعني سعادة الدكتور محمد الأمير من المركز العربي للتدريب التربوي، تفضل مشكورا في إلقاء ورقته ويتحدث عن جهود المركز كأحد الأجهزة المتخصصة لمكتب التربية العربي في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والبرامج التي يقدمها، ويعني أيضا كذلك سيعرف الزملاء بالمركز ودوره في التنمية المهنية. ولعلي قبل أن أعطيه المجال، فقط الزملاء الذين تشرفنا باستضافتهم بعد أن كانوا في قناة اليوتيوب وحضروا لدينا بعد أن وصلتهم الروابط، ستحسب لكم الساعة كاملة إن شاء الله. والزملاء في إدارة التقنية مشكورين، يبذلون جهودا في التعرف عليهم إن شاء الله. لا تهتمون من الرابط، إن شاء الله التأكيد سيؤكد له بإذن الله. والذين يسألون كذلك عن العروض أرسلت في الإيميلات، وأيضا كذلك بعد تحديث الإيميلات سيتم إرسالها مرة أخرى لمن لم تصله. والمكتب هو بيتكم وهو بيت الخبرة الخليجي في مجال التربية. وأترك المجال لسعادة الدكتور محمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا دكتور سعود، شكرا للقائمين في مكتب التربية الذي ننتمي إليه ونفتخر به الحقيقة، وشكري لمعالي المدير العام الدكتور عبد الرحمن العاصمي، وأنقل لكم تحيات سعادة الدكتورة موزة بنت ناصر الكعبي مديرة المركز. نبدأ عرضنا هذا بإذن الله، وشكرا لأساتذتنا الأفاضل الذين قدموا أوراق عمل مهمة جدا، وهي تستكمل يعني بعضها الآخر. بداية أحب أن أعرف بالمركز بشكل سريع. فكرة إنشاء المركز تم مناقشتها من قبل أصحاب السعادة والمعالي وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون في الدوحة في مارس من العام 1997، ثم صدر قرار إنشاء المركز في عام 1999 في دولة الإمارات في أبوظبي، وبدأ المركز مسيرته بعد عامان في 2001 بشكل كامل. المركز يستقي جميع فعالياته وبرامجه من خلال التوجيهات التي تصدر من مكتب التربية العربي منذ أن بدأ المركز في 2001، لكن الحقيقة على مدى السنوات الطويلة تم بلورة خطة استراتيجية للمكتب تشكل في الحقيقة وثيقة وتعتبر معلما بارزا وانطلاقة كبرى لأنشطة وفعاليات المكتب وأجهزته. وأحد هذه الأجهزة المركز العربي للتدريب التربوي، ويسعى المكتب وآخرها هي تطوير هذه الاستراتيجية بشكل مستمر لتواكب التغيرات في جميع المجالات وخاصة في الميدان التربوي. من أبرز مجالات الاستراتيجية فيما يتعلق بعمل وطبيعة المركز هو أن يعتبر هذا المركز بيت خبرة متخصص في مجال التدريب التربوي. نحن نعرف أن لكل وزارة وإدارة تميز المركز العربي أنه مركز لدول الخليج مجتمعة، وهناك برامج مشتركة تقدم على هذا المستوى. بشكل عام واضحة السلايد عندكم، واضحة الله يحفظكم، رؤية المركز ورسالته والقيم التي نسعى لتحقيقها أن نكون متميزين وملتزمين ومبادرين وكية وتبادل الآراء فيما بيننا. أيضا الأنشطة تكون متنوعة في المركز العربي، فهناك برامج معتمدة وبرامج حسب الطلب، وأيضا برامج تدريب المدربين، ونسعى إلى أيضا تنفيذ برامج من خلال مخيمات تدريبية وإصدارات وبرامج تدريب عن بعد خاصة بعد الجائحة، وسنوضح عدد من هذه الأمور في الشرائح اللاحقة. التنمية المستدامة لن نطيل عليكم، لكن كما تعلمون وأنتم أساتذة في هذا المجال، اليونسكو سعت وتسعى منذ إنشائها إلى مبادرات كبيرة، ولكن منذ الألفية الثالثة وحتى عام 2015 كانت هناك مبادرة تسمى تحت أهداف التعليم للجميع، ولكنها لم تتحقق بحلول عام 2015. تيج
إلى هذه الاستراتيجية 2009. كثير من دولنا للوصول بها كذلك لتطوير العنصر البشري من خلال خطة التنمية المستدامة. قد نصير بشكل عاجل، تعريف التنمية المستدامة هي عملية مستمرة مخطط لها، وتكسب المعلم الكثير من المهارات والمعلومات وتنمي فيه الاتجاهات الإيجابية، أيضا ترتقي بالجودة النوعية للمعلم. وكما تعلمون أن الغاية الرابعة جيم في من أهداف التنمية، الهدف الرابع في التنمية المستدامة، يسعى إلى وإيجاد معلمين مؤهلين تأهيلا عاليا خصوصا في الدول النامية، ولكن أصبح هذا مطلب في جميع الدول الحقيقة كما نعلم جميعا. القيادة لها دور كبير أيضا في عملية التنمية المستدامة، لأن المعلم في ضوء الأعباء الملقى على عاتقه قد لا يستطيع، وليس هذا قصور منه، لكن قد لا يستطيع مواكبة الجديد، قد لا يستطيع الحصول على فرصة لحضور العديد من الدورات التدريبية. لكن الجائحة حقيقة أصبحت بشكل أو بآخر، وإن كانت يعني شيء كبير ونتمنى أن يزول هذا الغم، لكن أعطت مجالا للتدريب عن بعد بأن يصبح في متناول الجميع، وبالتالي التيسير على يعني معلمينا، ونحن أيضا منهم نتعلم بشكل دائم. ولعل هذه المبادرات التي يقوم بها مشكورا مكتب التربية العربي لأجهزته والمختصين هي فعلا مبادرة طيبة لتوصيل المعلومات لكل من يريد. نبدأ موضوعنا بالنسبة لروافد التنمية المهنية المستدامة للمعلمين. هناك عدد من الأمور تتم من خلالها التنمية المستدامة للمعلمين كما هو واضح أمامكم في الشريحة، نقرأها بشكل سريع. ونبدأ بالبرامج المعتمدة. البرامج المعتمدة هي التي يتم اعتمادها من قبل مكتب التربية العربي بناء على خطة معتمدة، ويؤكد عليها أو يوثقها ويوافق عليها المجلس التنفيذي المحتوي الذي أعضاؤه من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، ثم تصدق من قبل المؤتمر العام من قبل أصحاب السعادة والمعالي وزراء التربية والتعليم، ولها ميزانية محددة. وأيضا لدينا ما يعرف بالبرامج حسب الطلب التي بدأنا بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، ونسعى الآن من خلال التدريب عن بعد أن نبدأ فيها بإذن الله بشكل مكثف أيضا، وتكون مقابل رسوم رمزية. أنا قصدت الحقيقة من عرض البرامج أن يتم التعرف على مسميات هذه البرامج، لأنها تعكس الحاجة الماسة في الميدان. عندما نختار برنامج نختاره وفق يعني احتياج مباشر للفئة المستهدفة، سواء للقيادات التربوية أو للمعلمين أو الفئات الأخرى في المنظومة التعليمية من المشرفين والموجهين واختصاصي المناهج. على سبيل المثال، من البرامج التي لها دور في التنمية المهنية للمعلمين برامج تم تنفيذها الحقيقة اللي أنا حين أتكلم عنها، برنامج السياسات التربوية والاستجابة لأهداف التنمية المستدامة من خلال مخيم تدريبي، واستعرضت من بعض أوراق عمله أوراق عن أدوار المعلم في ضوء التطور الهائل والمتسارع بالتكنولوجيا. لدينا أيضا برنامج القيادة الاستراتيجية للتطوير المهني لقيادات التدريب التربوي، والمعلم في حقيقته هو معلم وهو مدرب في نفس الوقت، فأي موضوع يعني بالتدريب يعني يخص المعلم أيضا في الدرجة الأولى. من البرامج الأخرى التي نهتم بها والتي تم تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة خاصة في أثناء الجائحة، برنامج مهارات التعلم في القرن 21، ويهدف للتعريف بالمشاركين بكفايات ومهارات المعلم في الألفية الثالثة. برنامج مهم جدا وتم تنفيذه لأكثر من مرة بناء على الطلب، وهو برنامج إعداد وتصميم المحتوى الإلكتروني مصمم لتعريف المعلمين والمدربين بكيفية تصميم وتأليف وإنتاج المقررات والدروس والمحتوى الإلكتروني، وهذا ما نحتاجه فيه حقيقة في المرحلة الآنية والمرحلة اللاحقة بعد دخول التعليم لعالم التدريب عن بعد والتعليم عن بعد بشكل مكثف. برنامج تطوير أساليب تحليل البيانات هو برنامج قائم الآن في هذه الدورة المالية الحالية التي تبدأ من العام 2020
2021 2022، وهو من البرامج المهمة جدا التي يتم تنفيذها في جميع الدول الأعضاء، تم تنفيذه في 4 دول من الدول الأعضاء، والآن بصدد استكمال تنفيذه، وهو من البرامج المهمة جدا جدا في تحليل البيانات ومساعدة القيادة والقائمين على اتخاذ القرار في كيفية الاستفادة من تحليل البيانات واستقرائها ومن ثم أخذ القرار. أسس التربوية والفكرية لتعزيز قيم التسامح. كما تعلمون جميعا أن قيم التسامح الآن أصبح موضوع مهم جدا، ودولنا دول الخليج مهتمة به بشكل كبير، لأن قيم التسامح وقبول الآخر من الصفات الهامة التي يحرص عليها قادتنا ثم شعوبنا، وهذا ما نسعى إليه بنبذ التطرف ونبذ التعصب، وهو وقبول الآخر والعيش المشترك. إدارة السلوك الطلابي في الفصول الافتراضية يعتبر من المواضيع الهامة أيضا في مجال التدريب عن بعد، ومهم جدا للمعلمين في حقيقة الأمر. أفضل الممارسات في الصحة والسلامة، برنامج جديد سوف يتم تنفيذه بإذن الله في مارس، من عفوا في شهر نوفمبر بإذن الله، ويعني بالدرجة الأولى في تدريب المعلمين والقائمين في المدرسة على أمور الصحة والسلامة، خاصة بعد حدوث جائحة كورونا واتخاذ الاحتياطات اللازمة والاشتراطات الصحية اللازمة. اكساب مهارات الطلبة، مهارات التفكير العليا بضوء تعليم المستقبل، وهو مخيم تدريبي سيتم تنفيذه إن شاء الله أيضا في شهر أكتوبر من هذا العام 2022 من خلال مخيم تدريبي، ونتمنى التوفيق في هذا البرنامج الذي يعتبر من البرامج المهمة للمعلمين في كيفية اكساب طلبتهم مهارات التفكير العليا. أيضا من البرامج المهمة جدا وحقيقة نفذ لأكثر من 9 أو 10 مرات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، هذا البرنامج يعني بشكل مباشر بالإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل مدير المدرسة ومساعديه ونوابه، وأن يتم في بيئة تشجع على الإبداع والابتكار في المدرسة، وهذا ما تسعى إليه يعني يسعى إليه تعليمنا الآن في الوقت الحالي، ليس أن يكون تعليما تقليديا كما كان في السابق وتتلمذنا على هذا التعليم، وإن كان أدى الغرض في وقته، لكن أصبح التعليم الآن يعتمد على الابتكار والتفكير والإبداع. الرافد الثاني هو مجلس الأمناء، الذي حقيقة له دور كبير من خلال أعضائه. أعضائه هم في وظائف كبيرة في مجال التدريب، يصل بعضهم الأعضاء ونفخر بهم على مستوى وكلاء وزراء مساعدين ومدراء عموم التدريب، وهؤلاء يعني يزودون المركز برؤاهم وآخر الاحتياجات في مجال القيادات واحتياجات المعلمين في الميدان التربوي، ويعتبر حقيقة رافد مهم من الروافد التي تسعى دائما للاهتمام بالمعلم. إصدارات المركز حقيقة تعتبر أيضا رافد من الروافد، نسعى دائما في كل دورة مالية أن نصدر أو يعني نقوم بإعداد وتصميم كتب أو نقول حقائب تدريبية تكون موجهة توجيها مباشرا للميدان التربوي من قياداته، ومن ضمنها من ضمن هذه القيادات المعلمين. هذه بعض الإصدارات سواء على شكل حقائب تدريبية أو أيضا كتب مرجعية. آخر إصدار كان لنا الحقيقة الإطار المرجعي للتدريب عن بعد في الدول الأعضاء بمكتب التربية، وكان لي شرف أيضا المشاركة في إعداد هذا الإطار، وأيضا تقرؤون أو أمامكم أيضا لائحة من هذه الإصدارات، وهي الحقيقة موجودة في المتجر الإلكتروني لمكتب التربية العربي. مكتب التربية العربي حريص جدا على التواصل مع أجهزة المكتب، ومنها المركز التربوي للغة العربية ومركز البحوث ونحن المركز العربي، ودائما على تواصل ويعني التشاور فيما بيننا. الإطار المرجعي إذا تسمحون لي هو حقيقة دراسة ميدانية عديناها في أثناء الجائحة، وكانت دراسة ميدانية واستشفينا آراء الدول من بداية الجائحة حتى اتخاذ الإجراءات التي استطاعت منها الدول
التغلب على هذا الموضوع والبدء بالدراسة. كما تعلمون تم توقفت الدراسة في دول عديدة من دولنا لمدة أسبوع وبعضها لمدة أشهر، ثم استطاعت أن تواكب العملية بعد إتمام البنية التحتية، أو خلنا نقول تطوير البنية التحتية لكل ما يتعلق بالتدريب عن بعد. هناك أيضا دروس مستفادة من هذه التجربة، وهذا الإطار موجود الحقيقة وموجود أيضا على المتجر الإلكتروني برسوم. دكتور معك ثلاث دقائق. نعم، إصدارات المركز موجودة الحين. هي أيضا المكتب رافد أساسي كما تعلمون، ولن أطيل فيها لأن الكتب الحقيقة المميزة التي يقوم مكتب التربية العربي وأجهزته بإصدارها من الكتب المهمة جدا في هذا الميدان. حبيت أيضا أشير إلى مكتب التربية والجهود التي يقوم فيها من خلال الجوائز واهتمامه بندوات المعلمين ويوم المعلم والإصدارات القيمة، هذه بعض الإصدارات. البرامج المستقبلية للمركز للدورة المالية الجديدة أيضا تعنى بالمعلم، فهناك برنامج أمن المعلومات في البيئة التعليمية، كذلك هناك برنامج استراتيجيات تعليم وتعلم الرياضيات وتعليم وتعلم العلوم، برنامج تطوير معلمي المستقبل مشتق من أحد إصدارات المركز، ويسعى المكتب عفوا ويسعى المركز دائما بأن يعني يستفيد من هذه الإصدارات ويجعلها أحد برامجه. أيضا هناك محاضرات مستقبلية بإذن الله موجهة للقيادة والمعلمين. أهمية المركز تقرؤونها أمامكم بإذن الله آخر شريحتين، منها تمكين القيادات الذي نقوم به الآن في دعم النمو المهني وأيضا دعم مشاريع الرخص المهنية التي يتم بها المكتب والمركز، دعم القدرات لمراكز التدريب لتوفير برامج مهنية عالية، توفير برامج تدريب نوعية، وتوفير دراسات وأصدارات كما عرضناها من قليل. أيضا أثر برامج المركز توفير نماذج متميزة من البرامج التدريبية وإفساح المجال لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتوفير إطار لتوحيد الجهود. آخر شريحة هذه بعض المقترحات، تدريب المعلمين في بيئة العمل، وذكر الدكتور حسين المالكي الحقيقة لابد أن يتم جهد جل أو بعض التدريب في العمل نفسه من خلال الفصول أو في المدرسة، أن يكون المدراء مدربين ليصبحوا مدربين للمعلمين وليس فقط يعني تنمية مهاراتهم، وأن يكون هناك تعاون وثيق بين الوزارات والمركز العربي باعتباره بيت خبرة لهذه الدول وهو شريك استراتيجي وفعال وتطوير المكتب، وبالتالي التركيز أيضا على وجود خط موازن لتدريب المعلمين إلى جانب تدريب القيادات ضمن خط المركز. وأشكركم على إتاحة الفرصة. شكرا.